به أجمعين. هناك أعمال إذا عملها الإنسان يأتي أجر قيام الليل، أعمال أولا الصلاة مع الجماعة بالنسبة للرجل، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أيضا من الأعمال الصالحة قول النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا نحن في رمضان، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تصلي مع إمام نصف ساعة مثلا يأتي كأنك قمت الليل كله، فنحرص على صلاة القيام مع الإمام ويأتينا هذا الأجر. كذلك الخلق الحسن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق يبلغ المرء المسلم درجة الصائم القائم. حسن الخلق من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة، أحسن الناس أخلاقا كما في الحديث المعروف. كف الأذى، بذل الندى، طلاقة الوجه، بنية إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، وإن الإنسان يبتعد عن الكلام الفاحش والكذب، إن الله يبغض الفاحش البذي. من الأعمال التي تدعى فضل القيام يأتي أجل قيام الليل أيضا قراءة الآيتين من سورة البقرة، أواخر سورة البقرة الآيتان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر سورة البقرة، من قرأها في ليلة كفتاه يأتيك أجل قيام الليل. فنحرص على قراءتهما الليل، يبدأ من المغرب، نسيتها المغرب تقرأها العشاء، أهم شيء تقرأهما وتقول لأهلك يحفظون هاتين الآيتين ليأتيك الأجر والفضل. اللهم وفقنا يا ربنا في هذا الشهر الفضيل، واغفر لنا والدينا واحفظنا واحفظ علماءنا وولاة أمورنا وبلادنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.